ممكن احنا من امبارح زي ما قلنا في حاله عزاء لضحايا حادث كنيسه حلوان الارهابي، وللاجهزه الامنيه قدرت انها تتصدى لمجهول كان بيستقل دراجه بخاريه خلال محاولته اجتياز النطاق الامني الخارجي للكنيسه، وقامت القوات بالتعامل معاه ونجحت في القاء القبض عليه بعد اصابته، وضبطت معاه سلاح الي وعبوه ناسفه قبل ما يرميها على الكنيسه. الحادث اسفر عن استشهاد 9 مواطنين واصابه 4 آخرين. خالص تعازينا طبعا لأسر الشهداء وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين، وطبعا تحية لبسالة وشجاعة كل المواطنين اللي شاركوا في القبض على هذا الإرهابي. وزارة الداخلية أصدرت بيان أكدت أنه تم التعرف على هوية مرتكب الحادث، وهو اسمه إبراهيم إسماعيل مصطفى، مواليد 84، مقيم بشارع منشية السد حلوان القاهرة، وكان بيتخذ عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكارا لاختبائه. وأكدت الوزارة أنه من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة الخطرة، واللي بتزعم العناصر المنفذة لحادث التعدي على ميكروباص تابع لقسم شرطة حلوان عام، وأسفر عن استشهاد أحد الضباط وسبعة من أفراد الشرطة، وهو متورط في العديد من الأعمال الإرهابية الأخرى. وإلى رئاسة الجمهورية، الرئيس السيسي قدم تعازيه لأسر شهداء الحادث، ووجه جميع الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين، وأكد على استمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة. وكان في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أكد أن المحاولات الإرهابية اليائسة دي مش هتنال من عزيمة المصريين ووحدتهم، بل بالعكس هتزيدهم إصرار على مواصلة مسيرة تطهير البلاد من الإرهاب والتطرف. إلى وزارة القوى العاملة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة بيشارك النهاردة في افتتاح الدورة التدريبية لمبادرة مصر أمانة بين إيديك بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وده بحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية. وبتستمر الدورة 3 أيام، بتناقش عدد من الموضوعات زي العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل وما لكل طرف وما عليه، وبحضور عدد من عمال القطاعين العام والخاص ورؤساء الشركات والمصانع. ننتقل بقى للأخبار الرياضية. من أخبارنا الرياضية النهاردة، الزمالك بيواجه فريق الأسيوطي سبورت الساعة 3 إلا ربع. الزمالك عنده 25 نقطة، أما فريق الأسيوطي عنده 19 نقطة، ونتائجه اتحسنت الفترة الأخيرة مع مدربه علي ماهر. وكمان النهاردة في مباراة تانية تجمع ما بين الأهلي وفريق أتلتيكو مدريد الأسباني الساعة 8 مساء على ملعب برج العرب، في مباراة ودية خيرية تجمع ما بين الفريقين، واللي بتقام تحت شعار من أجل السلام، وهيخصص إيرادها لصالح أسر ضحايا الإرهاب، وهتكون بحضور وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز. لفتة في الحقيقة رائعة ومكملة لأيضا مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ، ورسالة سلام للعالم من أرض السلام.